الأخبار الاقتصادية، أهلا بكم. توقع خبراء اقتصاديون استمرار الفجوة بين سعري صرف الدولار الموازي والرسمي، لافتين إلى أنها قد تزداد بفعل إطلاقات كميات كبيرة من الأموال والتي تضمنتها موازنة 2023. وقال الخبراء إن موضوع خروج العراق من أزمة الدولار سياسي بسبب وجود العقوبات، وبالتالي فإن وقف التحويلات المصرفية يمنع العراق من تسديد مستحقات التجارة البينية بين العراق والدول الأخرى، مشيرين إلى أن حجم استيراد العراق من الإيراد تبلغ أكثر من 10 مليارات دولار فضلا عن نفقات العراقيين المسافرين. أفاد مصدر في وزارة المالية بتأجيل الوزارة تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري إلى إشعار آخر. وقال المصدر إن إطلاق تمويل رواتب المتقاعدين من قبل وزارة المالية تأخر، مما يؤجل صرفها إلى إشعار آخر دون الإفصاح عن الأسباب، رغم أنه من المعتاد تسليم رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين في بداية كل شهر. وكان مصدر في الوزارة قد كشف يوم الخميس الماضي عن تأجيل دفع رواتب المتقاعدين إلى الأسبوع الحالي. اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني وزيرة المالية طيف سامي بتأخير رواتب موظفي كردستان العراق، متوعدا إياها بما سماه إجراءات تشريعية. وقالت النائبة عن كتلة الديمقراطية البرلمانية نهلة أفندي إن حكومة كردستان العراق اتخذت جميع الإجراءات لتنفيذ قانون الموازنة، بما في ذلك تسليم النفط والتدقيق في الإيرادات الداخلية، لكن وزارة المالية غير ملتزمة بإرسال الحقوق المالية. استبعدت لجنة النفط النيابية في العراق تمرير قانون النفط والغاز في وقت قريب، مؤكدة أن تمرير القانون مرهون بالتوافقات السياسية. وقال عضو اللجنة صباح صبحي إن قانون النفط والغاز لا يزال في طور كتابة مسودته، وهي أول مرحلة في تشريع أي قانون. وأضاف أن القانون لا يزال لدى الحكومة ولا توجد مسودة رسمية من قبلها، وأن المتداول حاليا هو مسودة وزارة النفط الحالية. تراجع العراق إلى المركز الثالث في صادراته النفطية إلى الهند رغم تقليص وارداتها من النفط الروسي رخيص الثمن. وارتفع استهلاك الهند من الخام الروسي منذ غزو روسيا لأوكرانيا في شباط من العام الماضي، مما أفقد العراق والسعودية المراكز الأولى، حيث ارتفع استهلاك الهند من الخام الروسي من مستويات لا تذكر إلى ما يقرب من نصف الإمدادات في أيار الماضي. هذه انتقالة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.